أصدقاء الأعزاء، سمعت أن هناك فيديو حول فتاة سورية منشورة في الصين، فما هو هذا الفيديو؟ أدعوكم لمشاهدة معي. هذا حرب. مرحبا، اسمي راما. يوم ما انولدت والحرب عم تصير هون، ما بعرف كيف يكون العالم بلا حروب. تقدر تقلي؟ Hello. It's really thoughtful of you to ask about a world without war. Imagine a place where the sky is all. أعتقد هذا لا يجب أن يكون سؤال، لأن العالم يجب أن المليء بالسلام، ليس مثل الآن الحرب. الأطفال لا يرى العالم بدون حرب. هذا مسكين. Always clear. A world untouched by war's cruel hand, little girl. Where meadows bloom. The sun shines warmly and a gentle breeze blows. Here laughter echoes under the sun's gentle kiss. Parks filled with the sounds of laughter. A place of peace where nothing. And art is everywhere you look. Oh, little girl, in this world so wide, dreams sail freely on love's high tide. Schools bustling with eager learners. You can play outside with friends, inventing games and exploring without worry. So close your eyes, let your heart see this world of peace where we all can be free. In this peaceful world, the beauty of nature is preserved, and all living beings coexist in harmony. A world without war for you, little girl. هذا ما توقعت، أن يعني ما مشهد في سوريا، لأن كنت أتطلع لزيارتها. المشمس والفتاة جميل والأطفال مبتسمون، ويمكنني أرى الورد دمشق على شارع وابتسامة على شيخوخ، على وجوه شيخوخ. أعتقد هذا ما توقعت، يعني ما هو سوريا. لكن شكل الحال بلا حرب رح تكون كثير حلوة. يلا قلي، فيك تخلصنا من الحروب؟ فيك تنهيها؟ برديتي عليكم قتلوه. هذا الطفل البرية، هو هذا اللي قتل، هذا اللي قصف عليكم. ابني ولادي الطير عم استنوك، ولا تجي يا ولو. By war's hand stained.
hear the silent weeping, the songs of the serene, lost in the echoes of what could have been. Through the veil of لا أعرف ماذا يمكن أن أقول، لأن نعم كما قال في الفيديو AI لا يمكنه ينتهي الحرب، لكن يمكننا ننتهي الحرب، ولكن لا يمكننا ننتهي الحرب. نحن كالفرد صغير وضعيف أمام العالم، أمام الحرب. أتمنى الأطفال في سوريا وفي العالم يمكنهم أن ينمو في بالصحة والسعادة. أعتقد هذه تمنيتي مني